للاسف هذا العام كانت الموسم تعطل شويه، كانت البراج الحقينه ديال السد بين الويدان كانت ناقص فيها الماء، وكانت اكرهات باش يطلقوا لنا الماء في الوقت المناسب باش تكون نزرعوا في الوقت ونغرسوا في الوقت. كان هذا الاكراه لولا التدخل ديال السيد الوالي اللي كان هو اللي كان عطى الضوء الاخضر للوكاله باش تلق لنا الماء، وفعلا عقبنا عطانا واحد جوج سقيات وبدينا الموسم. للاسف كان هذاك الشيء قليل، لان بالنسبه لنا نهضروا على الشمندر السكري، هذيك التاخير في الغرس عطانا حتى مساحه قليله بالنسبه للسنه اللي فارطه. السنه الفارطه كانت عندنا 17000 هكتار تقريبا قل شي حاجه، هذا العام يلا حنا في 10000 هكتار. دابا هنا انقضات الوقت الحمد لله، تغيرات الامور لا بالنسبه للشمندر لا بالنسبه للحبوب، بالنسبه لجميع السلاسل الانتاج اللي هنا في المنطقه. هذه الشتاء كانت واحد متابه ديال واحد نقضتنا من السكتة القبيلة، كنرجو أن هاد المساحة الحقينة اللي عندنا في الويدان السنة اللي بقات ما كانش غادي تكمل لنا الموسم هذا، لكن الحمد لله تعالى راه ربي رواها، والبراج راه تيتحسن الوضعية ديالو. بدينا من 19% اليوم، راه من 17% البراج هاد الساعة راه في 22%، والصابيب كاين مزيان، تدخل واحد 3-8 متر كيف في النهار اللي تدخل بين الويدان، معناها كاينة بوادر وبواشر ديال الخير اللي غادي يكون إن شاء الله هذا الموسم غادي نكملوه بخير وعلى خير. التأثير ديال التساقطات على هذه السلسلة ما يمكن يكون إلا إيجابي، وخاصة أنه جاء منتظم، يعني كان تساقطات منتظمة، كان شوية ديال الرطار في انطلاقة ديال الموسم في هذه السلسلة. علاش؟ لأن كانت الأمطار، كانت الفرشة المائية ضعيفة، ولكن بفضل المجهودات ديال الناس المسؤولين عن القطاع ديال كوزيمار ولا المصالح الخارجية اللي منضمين في اللجنة التقنية، كانت واحد المجهود كبير، واحد التضحيات لا من جهتهم لا من جهة الفلاحة، وزعمنا وبشرنا هذه السلسله، ولكن الله سبحانه وتعالى ما خيبناش. علاش؟ لان جات التساقطات وحنا غادي دابا مزيان، والتساقطات يعني الحاله دابا كي تشوفوا راه هي مزيانه، وكانت التساقطات الثلجيه اللي غتغني الفرشه المائيه اللي عطينا واحد لاسيرونس، يعني واحد الثقه باش هذه السلسله راه غتوصل حتى النهايه ديال الانتاجيه ديالها اللي غي ينعكس على الفلاحه بطبيعه الحال. وتنطلبوا من الله تعالى باش هاد الاخوان المسؤولين علينا وعلى مسؤول التسيير تاع الماء في هاد المنطقه باش ما يبقاوش واقفين واحد الوقفه قاسحه متشد متصلبين. حس الفلاحه راه ماشي راه بعد تبغي الفلاحه الماء ما غاديش تقول لها راه ما عنديش ما نسقيكش ولا راه حنا، لا، الفلاحه بحال واحد الانسان تيجري لعطش خصك تعطيه الماء. بالنسبه للموسم الحالي تم انجاز مساحه ديال 10000 هكتار الحمد لله، يعني دارت الزرع ديالها والانبات ديالها في ظروف جيده، والتساقطات الاخيره اللي فات 50 ملم الحمد لله كان عندها صدى جيد على الشمندر السكري وعلى القطاعات الفلاحيه عامه. وحاليا الفلاحه كيقوموا يعني بعمليه ديال التسميد وعمليه ديال الصيانه ديال المنتوج. الحمد لله يعني الحاله الصحيه جيده وكتبشر بالخير. بغيت نشير يعني لواحد يعني المرحله اللي هي مهمه اللي هي تتبع يعني الامراض والفطريه خاصه والحشرات. فالحمد لله مجموعه كوزيمار يعني بشراكه مع الشركاء ديالها في المنطقه عملنا على وضع مرصد لتتبع الوقايه ديال النباتات السكريه، وهذا المرصد هذا تيتم التتبع ديالو من طرف تقنيين ديال كوزيمار والمهندسين ديالها بشكل يومي، واللي من خلاله كنتنبؤوا يعني على احتمالات حصول او وقوع وظهور الامراض الفطريه والحشرات. كنستعينوا كذلك يعني بليستاسيون ميتيو اللي عندنا باش ننبؤوا خاصه يعني الحراره والرطوبه، وملي كتكون يعني هناك احتمال كان يتم يعني اشعار الفلاح ب يعني بوسائل حديثه من لي اس ام اس ولا لابليكاسيون تيسير كذلك يعني ولا مباشره. والحمد لله يعني في هذه الظروف هذا ما يمكن الا نتوقعوا ان شاء الله يعني انتاج جيد وانتاجيه ان شاء الله احسن في هذا الموسم هذا.